فكرة جريئة وحيلة في منتهى الذكاء لعمل دعاية لشركة واستغلال نجوم ومشاهير كرة القدم بدون أي مقابل مادي. إزاي قدرت برجر كينج تعمل دعاية ليها واستغلال رونالدو وميسي ومحمد صلاح لعمل الدعاية وبدون ما تدفع أي مقابل مادي ليهم؟ مش بس كده، ومحدش يقدر يقاضي الشركة على استغلال اللاعبين. الفكرة بدأت في عام 2018 لما قررت سلسلة مطاعم برجر كينج الشهيرة وأعلنت أنها ستكون الراعي الرسمي لنادي ستيفنج الإنجليزي. واللي ما يعرفش نادي ستيفنج ده نادي مغمور بيلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي. ووضعت الشركة شعارها الشهير على فانيلات النادي. وقتها استغرب الكل من أن شركة كبيرة ترعى نادي مغمور، لأن في الغالب الشركات الكبيرة بترعى أندية كبيرة زيها زي نادي ليفربول أو برشلونة أو ريال مدريد. بعدها أعلنت برجر كينج عن مسابقة وتحدي في لعبة الفيفا الشهيرة وسميته تحدي ستيفنج، وهو عبارة عن تشجيع محبي لعبة الفيفا على اختيار فريق ستيفنج واللعب بيه وإحراز أهداف بالفريق ومشاركة الأهداف دي على جميع وسائل السوشيال ميديا في مقابل جايزة مقدمة من برجر كينج، وهي عبارة عن ساندويتش برجر كينج. مش بس كده، دي كمان عملت جايزة كبرى لشراء اللاعبين الكبار وإحراز أهداف بيهم زي محمد صلاح أو ميسي. وطبعا الأهداف دي انتشرت على السوشيال ميديا ووصلت لأكثر من مليار مشاهدة. وبكده قدرت الشركة أنها تعمل دعاية ليها عن طريق لاعبين كبار لابسين التيشيرت بتاع الفريق المغمور وعليه شعار برجر كينج الشهير. الحقيقة أنها كانت فكرة عبقرية للدعاية. عادة تكاليف رعاية الأندية الكبيرة بتتكلف من 50 ل 200 مليون دولار، لكن برجر كينج عملت الحملة دي فقط ب 50,000 دولار. الآخر دايما بفكرك تكتب لنا في التعليقات عن ملاحظاتكم وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل شير ولايك للفيديو لو عجبك.